السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. لو سمحت يا شيخ مصطفى، هو ايه حكم المد في الأذان أكثر من 6 حركات؟ المد في الأذان أكثر من 6 حركات، أيوه. اعلم أن الأذان لا تنسحب عليه قواعد التجويد، فإن الله قال: ورتل القرآن ترتيلا. لكن الأذان لا ليس بقرآن، لا تنسحب عليه قواعد التجويد، ولكن صوت الحسن والاقتصاد. لكن المدود في محلها، المدود في محلها. بعض العلماء يعني قال ان الاذان المد فيه يبقى 6 حركات، اكتر من كده ما عندنا قواعد تجويد تنسحب على الأذان، أجبتك. لكن الإخلال في المعاني هو نعم. الذي لا يجوز. السلام عليكم.